أخمدت فرق الدفاع المدني في حائل حريق اندلع بأحد المنازل بسبب تماس بشاحن الجوال. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل أنه تمت مباشرة بلاغ عن حريق بغرفة في الدور الثاني وتم إخماد الحريق دون تسجيل إصابات، مرجعا سبب الحريق إلى تماس بشحن جوال. وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من إساءة استخدام الأجهزة الكهربائية أو ترك الهواتف موصلة بالتيار لفترة طويلة، مع أهمية الحرص أن تكون أسلاك الشاحن من النوعيات المعتمدة والمطابقة لمواصفات الجودة.